قطر يواصل تبعات الكرة يوصلها ليانكولوفسكي. يانكولوفسكي مرة أخرى لرونالدينيو. هيلة لشفتشينكو تبعات الكرة. بيبو إنزاغي يضيف الهدف الثاني لصالح أي سي ميلانو في الدقيقة الثالثة والتسعين ويسجل هدف التاسع عشر بعد 600 هدف سجلها في الدرجة الأولى في القائمة الثانية بعد توزيعة رائعة أولا من رونالدينيو ثانيا من شفتشينكو وثالثا من راس. لا لا شوف كونان مع حارس بينوتسي الذي يحتج عليه وعلى عدم مراقبته كما ينبغي للاعب شفتشينكو الذي مر بسهولة من أمام كونان أو ربما كونان هو الذي كان وراء إنزاغي وتركه في القائمة الثانية ليسجل له هدفا ثانيا. كل شيء حدث في الوقت بدل الضايع بفضل الإصرار والعزيمة والتركيز الجيد لعناصر فريق اي سي ميلانو يتمكن بيبو إنزاغي من إضافة هدف ثاني بواحدة من روائع رونالدينيو بالعقب مرر ناحية شفتشينكو ثم بيبو إنزاغي وهدف ثالث ثاني لاي سي ميلانو هدفان مقابل صفر وقضي الأمر.